مرحبا يا مشاهدينا الكرام ببرنامجنا السؤال. اليوم بدنا نحكي عن السؤال باللغة الألمانية، شلون نسأل سؤال. أولا في يعني أداة الاستفهام أو أداة السؤال أو كلمات السؤال، يعني بالعربي ما بعرف فعلا، ممكن تكتبوا تحت الفيديو شو بيقولوا بالعربي، بس هدول الكلمات منشان نسأل. ها إيه فيا ذا بالعربي من؟ من هذا؟ من يعني اوكي؟ woher؟ من اين؟ من اين اتيت مثلا؟ woher؟ wo؟ وين؟ wo؟ wohin؟ الى اين؟ wann؟ متى؟ او امتى؟ wie؟ كيف؟ was؟ ماذا؟ او شو؟ اوكي، هلا بدنا نشوف جمل. ليكو بهذه جمل الفعل بالمكان الثاني، هذا كتير مهم. الفعل لازم يكون بالمكان الثاني، لازم يجي دغري بعد الكلمة، كلمة السؤال دغري لازم يجي، هذا كتير مهم. ما فينا نقول wer du bist، ما يصير wer bist du. أوكي؟ يعني الفعل في المكان الثاني في جملة. هلا بدنا نشوف wer bist du، مين أنت؟ ich bin Peter. Woher kommst du؟ من أين تأتي؟ يعني من أين أنت؟ Ich komme aus Berlin. Wo wohnst du؟ أين تسكن؟ Ich wohne in Berlin. Wohin gehst du؟ إلى أين تذهب؟ Ich gehe zur Schule. إلى المدرسة. Wann kommst du؟ غلط. Wann kommst du؟ متى ستأتي أو متى تأتي؟ نعم. Wie heißt du؟ شو اسمك؟ ولكن معنى wie كيف؟ يعني نحن بنقول كيف تسمى أنت؟ أوكي؟ كيف؟ wie كيف يعني؟ أوكي. وآخر كلمة was. Was ist das؟ شو هاد؟ ما هذا؟ اوكي؟ هلا في أسئلة وجواب تبعهم نعم أو لا، يا أند ناين. اسمهم يا ناين فراغن. دي فراغة، السؤال. يا ناين فراغن، اوكي؟ أسئلة اليا والناين. اوكي. بيست دو باولينا؟ هل أنت باولينا؟ يعني بالعربي بدنا نضيف هل. هل ها؟ وجواب نعم أو لا. إيه. Kommst du aus Schweden؟ هل أنت من السويد؟ هل تأتي من السويد؟ Wohnst du in Berlin؟ هل أنت تسكن في برلين؟ Gehst du nach Hause؟ هل أنت تذهب إلى البيت؟ Kommst du morgen؟ هل أنت ستأتي غدا؟ رح تقولوا ليش ستأتي؟ وين المستقبل بجملة؟ الشيء الحلو باللغة الألمانية أنه ممكن نستعمل الحاضر للمستقبل إذا كان واضح، ومن كلمة morgen واضح المستقبل يعني خلاص. إيه. Heißt du Markus؟ هل أنت اسمك ماركوس؟ Ist das dein Handy؟ هل هذا موبايلك أو محمولك؟ نعم. وهيك نسأل باللغة الألمانية. هذا كان درس اليوم. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das ist alles. Tschüss.